أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف إرسال دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الدفعة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن مجموع المواد الإغاثية والطبية المرسلة بلغ نحو 90 طنا فضلا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة. وأضاف المسؤول أن عملية إرسال وجبات الإغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر عبر الجسر الجوي بين العراق ومصر، وبالتنسيق مع السلطات المصرية تمهيدا لإرسال المواد عبر معبر رفح. We'll be right back.